اكتر من كورونا فيروس في فيتنام، وقال لك الحقوا اللي حصل في فيتنام ده بيعدي كورونا، واللي بيحصل في فيتنام ده خطر جدا. ايه حكاية فيتنام وايه التحور؟ هل ليها هند ولا فيتنام؟ ظهور سلالة متحورة جديدة من كورونا اشد خطرا في فيتنام. دكتور ضياء مساء الخير على حضرتك. اهلا مساء الخير استاذ احمد، وحشتنا، بقالنا كتير ما سمعناش صوت حضرتك. الله يخليك، حضرتك وحشنا اكتر. الله يخليك واهلا بالساده المشاهدين. ماذا يجري من تحورات وايه اللي بيحصل في اخيرا فيتنام؟ وهل ده وارد يحصل في اماكن اخرى، ولا هي بتاع سلاله الهند، او هي بتاعه البرازيل، ولا جنوب افريقيا، ولا لندن؟ ايه اللي بيحصل في العالم بالضبط؟ هو طبعا للاسف النوع من الفيروسات ده هو فيروس الار ان اي اللي هو الاحادي الحمض النووي. فلما الانسان بيصاب بيه بيتناسخ الفيروس اعداد كبيره جدا، بليونات الاعداد الفيروسات بتطلع، فكل ما يتناسخ بيحصل طفرات، فالطفرات بتاعته بتكون كتيره. فطبعا الاول طفره طلعت، يعني حضرتك لو تتذكر في ديسمبر الماضي احنا عرفنا ان طفره كنت اللي هي بريطانيا طلعت اللي هي كانت اسرع انتشارا. بعدها بشويه سمعنا عن طفره جنوب افريقيا وطفره البرازيل. ثم طبعا في ابريل الماضي او مارس الماضي كمان كان في طفره الهند اللي هي كانت طفره مركبه عباره عن طفرتين في بعض. والنهارده الصبح اعلن وزير الصحه في فيتنام على طفره في فيتنام دي عباره عن هجين من الطفره الهنديه، طفرتين الهنديه والطفره البريطانيه. للاسف كل ما الفيروس يحصل فيه طفرات بيتغير، بيبقى يكون سريع الانتشار، بيكون ليه خصائص عدوانيه يعني حاده شويه خاصه في الهند بتاع الهندي. بس الحمد لله لغايه دلوقتي اللقاحات تبدو ان هي بتاثر في الطفرات الموجوده، يعني الطفرات لغايه دلوقتي الموجوده اللقاحات الموجوده حاليا معظم اللقاحات الموجوده بتاثر فيها. ولكن احنا خايفين من حاجه اسمها طفره الهروب اللي هي ممكن تحصل لو هو اتنشر. كل ما الفيروس بيتنشر اكتر زي ما قلت لحضرتك كل ما بيحصل طفرات اكتر، لان لما بتنشر اكتر بيتناسخ اكتر، بيكون فرصه ان هو يحصل فيه تغيرات جينيه اكتر. فلو حصلت طفره الهروب ديت هتكون طبعا كارثه كبيره جدا. الحمد لله حتى الان مفيش دليل، حتى الطفره اللي حصلت في فيتنام النهارده الصبح اللي اعلنوا عليها يعني الى حد كبير بين الطفره البريطانيه والطفره الهنديه. اهم خاصيه من خصائص الطفره ديت ان هي تنتشر في الهواء، يعني دايما كانوا يقولوا عندنا افتح الشبابيك عشان الهواء الطلق ما بيخليش الفيروس كورونا ينتشر بسهوله. لقيت ان الطفره دي ليها قدره انها تنتشر في الهواء الى حد كبير من الطفرات الثانيه، ودي خطورتها، فانتشارها بيكون سريع جدا. طيب ولكن مفيش دراسات عليها كتير للاسف. لا لحد ان هم النهارده اتكلموا على 3000 تقريبا 600 اصابه تقريبا، الرقم اللي اعلن تقريبا اليوم. بالظبط. طبعا هو يعني بس اعلنوا عليها، بس الخصائص العلميه ليها مش واضحه لان مفيش دراسات كبيره عليها. وهي طبعا اكتشفوها بالتسلسل الجيني للفيروسات، للفيروس كورونا اللي هو بيعملوه، بيشوفوا التسلسل الجيني لقوا فيه الطفرات اللي حدثت فيه ديت تجمع عباره عن هجين بين الطفره الهنديه والطفره البريطانيه. يعني هو لغايه دلوقتي الطفرات تبدو ان هي بتنتشر بوتيره سريعه جدا، تنتشر بين الكبار والصغار. يعني بس برضو الحاجة المهمة الهامة لينا جدا ان اللقاحات بتأثر عليها الى حد كبير. كان في دراسة من حوالي 3 أسابيع في بريطانيا بتقول ان اللقاحات الموجودة بتأثر على الطفرة الهندية، لان الطفرة حضرتك عارف في بريطانيا اخرت الطيران، يعني قفلت الطيران مع دول كتير، بس كانت الطيران اتفتحت اسبوع او اخرت قفل الطيران اسبوع بينها وبين الهند. فجي 127 راكب من الهند الى بريطانيا، نشروا طفره الهند في بريطانيا بطريقه كبيره شويه اليومين دول. ولكن الدراسه اللي حصلت من 3 أسابيع قالت ان اللقاح اللي هو استرازينيكا ولقاح فايزر فعالين الى حد كبير لطفره الهند، وده كان شيء مطمئن كبير، وده شيء اساسي خلى الحكومه البريطانيه تستمر في خطه الانفتاح لغايه دلوقتي هي ماشيه
في بريطانيا. دكتور ضياء، رغم انه في تحور بيحصل من هنا لهنا لهنا لبعض الدول، الا انه بدا العالم النهارده يتكلم على عمليه اعاده الفتح مره اخرى. امريكا النهارده بتقول بعض الولايات خلاص هيرجعوا مره اخرى يفتحوا بشكل طبيعي بعد التطعيمات النهارده بشكل كبير جدا. ازاي نعمل هذه المعادله، نفتح ونحافظ ايضا على عدم يعني تداعيات كبيره للتحور؟ بالضبط، هو عشان تداعيات التحور لازم نقلل الاصابات عشان ما يتحورش الفيروس اكثر. ولكن الاغلاق هو مشكله كبيره حضرتك، الاغلاق ليه مشاكل نفسيه اجتماعيه اقتصاديه تفوق اي حاجه، اضرارها وحشه جدا. يعني حضرتك الاطفال الصغيرين في بريطانيا اللي هم اتحرموا من الدراسه واتحرموا من النشاط الرياضي اللي بيحصل، ده ليه تاثير سلبي جدا للاطفال دي في المستقبل، هيكون مثلا هم ما يكونوش اجتماعيين، ما يكونوش عاديين زي ما احنا اتربينا وكده في اي اطفال في العالم كله. اذا الموضوع الانغلاق هو ليه مشاكله كبيره جدا، فلازم نتعايش مع الازمه. الانغلاق حصل ليه؟ عشان نحافظ على المستشفيات ودور الرعايات الصحيه انها ما تنهارش في وجود اعداد كبيره من المصابين. دلوقتي حصل في نفس الوقت العلم وصلنا للقاحات، اللقاحات دي اثبتت لغايه دلوقتي انها مؤثره. ففي خطه في العالم كله ان احنا لازم نطلع، مش معقوله نفضل لغايه دلوقتي السنه الثانيه في موضوع الكوفيد وموضوع الاغلاق وموضوع الازمه والجائحه ديت. فلازم ان احنا نتغلب على بطريقه علميه. نتغلب بطريقه علميه ازاي؟ ان احنا نعمل لقاحات بنطاق واسع، في نفس الوقت بنعمل حاجة اسمها الفحص الدوري التستنج حتى بين الأطفال في المدارس، الطلاب في المدارس والجامعات بنعمل لهم دلوقتي اللي هو الاختبار اسمه اللاترال فلو أو الأنتيجين تيست، موجود في أي مكان في بريطانيا، موجود في دول كتيرة جدا تقريبا مجاني، وبيشجعوا ان هو يتعمل كل مرتين في الاسبوع على الاقل، عشان لو اي حد بوزيتيف لازم يقعد في البيت 10 ايام وهكذا. ففي خطة اللي احنا كلنا لازم نخرج ويبقى الموضوع الكوفيد ده عبارة عن زي مرض زي انفلونزا او مرض زي برد بيجي على نطاق واسع، بس لازم نطلع من الازمة دي. فهو الخطة اللي هي اللقاحات، الخطة اللي هو الاختبارات التستنج التتبع، في ادوية ظهرت جديدة يعني ان شاء الله. طبعا اهم حاجة طبعا اللي المفروض برضه تتابع لغاية دلوقتي اللي هي لبس الكمامات او التباعد الاجتماعي لحد كبير لغايه ما الناس كلها على الاقل يحصل فيه 60 70% من المجتمع يكون عنده واخد اللقاحات كلها. فدي خطه مركبه في امريكا وفي العالم كله انها نطلع من الازمه دي، لان ليها تاثير سلبي في كل المجالات بصراحه. الناس، في بعض الناس خلينا نقولها بشكل واضح، بيتخوفوا من استرازينيكا. عندكم بريطانيا هل هناك اعداد كبيره جدا أصيبت بعد بالتجلط أو وفيات بعد الحصول على جرعات أو جرعتي أسترازينيكا؟ في ربما امبارح صحفية أعتقد أو إعلامية بريطانية توفيت بعد أسترازينيكا، هل ثبت أنه ليها علاقة بأسترازينيكا ولا لا؟ وحجم الإصابات إذا كانت موجودة، أو أنه الأفضل الأعداد اللي هي تعافت ولا الأعداد اللي أصيبت؟ بالضبط. طبعا هو لغايه دلوقتي لقاح استرازينيكا اكتشفوا فيه بيعمل انواع من الجلطات مختلفه نادره جدا، يعني لا تتعدى 8 حالات في المليون، من 4 ل 8 حالات في المليون. والحالات دي معظمها او 99% منها من السيدات اللي هم تحت سن 45 سنه. طريقه الجلطه اللي بتحصل طريقه مختلفه عن الجلطات العاديه. الجلطات العاديه بتحصل الأوردة بتاعت الجلد الرجل عفوا بتطلع على الرئه، دي الجلطات دي بتحصل في أوردة الجيوب الأنفية، أوردة المخ، ليها كده تركيبات معينة بحيث في تغيرات بتحصل في الدم هي اللي بتعمل الجلطات دي. بس دي نادرة جدا جدا جدا، إلى حد مثلا أقول لحضرتك كل 4 من مليون خدوا اللقاح ممكن يجي لهم الجلطة ديت أو لا وجد إن هو عندهم جلطة ديت. الأربعة دول نادرين جدا لا يذكروا، لأن لو احنا جبنا المليون شخص اللي خدوا اللقاح ممكن مش اقل من 200,000 منهم ممكن يجي لهم جلطات لو حصل لهم الكورونا نفسه او الكوفيد 19 لو اصيبوا بالكورونا. نعم. اذا ان استرازينيكا، واسترازينيكا هو دلوقتي معروف تماما للعلماء والناس كلها لان حصل عليه تسليط للاضواء لما تاخرت جرعه استرازينيكا الناس
تروح على دول أوروبية وراحت على بريطانيا، فسياسيا كان مستهدف إلى حد كبير، وده خلى إن في دراسات كتير تحصل فيه، وإن هم يشوفوا إن في يعني في غلطات بتحصل معه وكده، يعني اكتشف عملوا عليه دراسات كتيرة. ولكن أي حاجة في الدنيا أستاذ أحمد ليها أضرار، مفيش حاجة في الدنيا فيش أي دواء سليم 100%. أنا مثلا لو خدت البنسلين اللي هو المضاد الحيوي، طب ما هو في لو خدوا 10,000 واحد منهم حوالي 100 ممكن يجي لهم هي أنافلاكتيك شوك أو صدمة حساسية عالية ممكن يموتوا فيها، فدي معروفة. أنا لو مثلا لو رايح دلوقتي من بيتي إلى سنترال لندن وسط لندن، طب ما ممكن أعمل حادثة في العربية. أي حاجة في الدنيا بنعملها ليها أضرار، ولكن أنا لازم أستعمل عربية. فهو ده اللي يعني أسترازينيكا حد كان الحد من انتشار كورونا في بريطانيا فعال جدا للقاح أسترازينيكا، وكان ناجح جدا في لقاح أسترازينيكا من أي لقاح تاني. حتى فايزر ليه أعراض بس ما حصلوش، يعني لقاح فايزر ما حصلش تسليط الضوء عليه زي اللي حصل مع أسترازينيكا. أنا أقول لحضرتك يعني هو لغاية دلوقتي قالوا خلاص الناس اللي هي تحت 40 سنة هنحاول نديها لقاح تاني، ولكن الناس التانية كلها بتاخد لقاح أسترازينيكا، وحوالي 25 مليون واحد خدوا لقاح أسترازينيكا في بريطانيا، واستمرت الحال والأعداد قليلة جدا. بس لغاية دلوقتي احنا بندرس ليه الطفرات الغلطات دي بتحصل، يعني هل ظهر عندكم زي ما قلت لحضرتك نادرة جدا. هل ظهر عندكم الفطر الأسود ولا لا؟ هو الفطر الأسود ده موجود في كل العالم كله، يعني هو الفطر الأسود وفي فطر أبيض وفي فطر الأصفر، دي كلها موجودة في حوالينا ما دام المناعة بتاعتنا سليمة. احنا ما بنصبش بأي فطريات خالص، ولكن لو مع استعمال المفرط اللي هي الكورتيزون أو المضادات الحيوية المناعة بتختلف لينا، فالفطر ده بينتهز نقص المناعة ديت ويعدي خاصة الخلايا الميتة في جسمنا. فهو يعني هو موجود في كل حاجة، وده دليل لأن هنا في بريطانيا صعب جدا إن دكتور يكتب مضاد حيوي إلا إذا كان فعلا المريض يحتاج لمضاد حيوي. ما أقدرش أكتب مثلا 3-4 مضادات حيوية في وقت واحد زي ما بيحصل في أي دولة في دول العالم ثالث وكده. هنا المضاد الحيوي لازم أديه لما يكون المريض عنده حرارة. ليه؟ لأن لو أنا أخذ المضاد الحيوي ده بيقلل المناعة في الشخص اللي هو المريض اللي هو واخده، فلما تقل المناعة ولما تقل الحاجة اسمها البكتيريا النافعة اللي عندنا اللي هي بيقضي عليها المضاد الحيوي، بينتهز بقى الفطر اللي هو موجود في الهواء، موجود في الثلاجة، موجود في الأكل، ويخش ويعدي الجسم نفسه. طبعا ده موجود في كل العالم كله. في النهارده تحذيرات يمكن من الاكثار من المضادات الحيويه، في بعض يمكن بيقترح انهم كمان يعني يقللوا بشكل كبير جدا في العلاج لبعض انواع الامراض. بالضبط، يعني هو المضادات الحيويه احنا بنديها في الحالات اللي هي فعلا ما تقدرش تكمل من غير مضاد حيوي. يعني حتى الطفل اللي هو عنده حراره بنسيبه 5-6 ايام لغايه ما يكون مناعه. لو ما قدرش يكون مناعه بديله المضاد الحيوي في الاخر بعد اسبوع او كده عشان اتاكد ان هو خلاص عمل المناعه اللازمه، بس اديله بقى مضاد حيوي اساعده في الاخر ان هو ينهي على الالتهاب اللي حصل له لو مناعته ما قدرتش تسيطر على المرض. المضادات الحيويه صعبه جدا لان احنا عندنا البكتيريا بتتحور، الفيروسات بتتحور، الفطريات موجوده حوالينا. لما تشوف في بكتيريا نافعة عندنا بتموت من مضادات حيوية، ففي ليها كل يعني كل مضادات حيوية دي ليها آثار جانبية كبيرة جدا ممكن تأثر على جسم الإنسان طبعا. دكتور ضياء اتفضل يا فندم. بالظبط. دكتور ضياء بشكرك شكرا جزيلا دكتور.